نبدأ الفقرة، فقرتنا الأشهى والوليمة، ونروح إلى تونس وتحديداً مدينة نابل، مدينة التوابل والبهارات والورود المقطرة التي تستعمل في الطبخ. مراسلتنا أحلام العبدلي تعد لنا المشلوط، طبق عيد الأضحى المميز. نحن في الوطن القبلي التونسي نابل، تحديداً العنوان الأبرز لأشهى وألذ الأطباق في عيد الأضحى، والتي ستكون مع أمال. عيد الأضحى في نابل يتميز بالمشلوط والهريسة العربي. اكتشفوا معنا. نقطة المشلوط راه الزهر النابلي. الهريسة العربي في نابل راهي تغيب على طعام في العيد الكبير، على خاطر احنا التوانسة والنابلية حبينا معناتها نحيو تراثنا وتمسكنا بتراثنا، على ذاك خذت جائزة في اليونسكو.